هلا والله وكثير الهلا بيكم حبايب قلبي بهذا الفيديو الجديد. اذا انت كنت تشوف هذا الفيديو اول مره او جديد بقناتي يا هلا ومية هلا ومرحبا بيك بهذه العائله الصغيره. كل الهلا بيك بهذه العائله الصغيره من وين ما كنت، من اي مدينه، من اي بلد، من اي ديانه، من اي عرق، كل الهلا بيك ونورتنا. جبت لكم اليوم فيديو فد شيء خفيف ولطيف، فد مقالب بناس نايمه، يعني واحد نايم الناس تجي تمقلبه تسوي بيه مقالب. فهذا الفيديو كلش حشاش ومضحك وبي كم هائل من الضحك، فعجبني انه اشاركه وياكم انه نسوي ردة فعل عالية سوية. فما نطول ياكم بالمقدمة، دعمونا بلايك من البداية وكومنت وخلي نبلش بالفيديو. يلا نشوف اول فيديو. فد واحد نايم وما اعرف منو جايب له جدرية فوق راسه، هو كلش تأخر بردة الفعل بس يعني ردة فعله مبالغ بيها. خلينا نشوف الفيديو. الله زين، واحد نايم نومه فظيعه ما اعرف شلون نايم، وثلاثه جايين عليه، واحد جايب له مي وواحد يصور والثاني هم يمكن يصور. باي حاير ما يدري، ينصدم يطفي الكاميرا يحكي عليهم ما يدري ايش يسوي. فيديو له هاي يمكن فتشي المكناسه اللي تسحب اي تشفط. لا تقولها. مستحيل انه شفط حلقه بالشفاطه، يعني والله العظيم تخيل واحد يسوي فيكم هيك مقلب، مستحيل. شوف الفيديو لك زين، هذا واحد نايم جايب له جدريه عملاقه، اكبر جدريه بالكوكب، سنترها فوق راسه على كيفه بحيث انه ما يحس. اي زين على كيفك، حلو سنترت. هسه شو نجيب؟ نجيب نعالين. اركع من جدري. خلينا نشوف هذا الفيديو الاخر. زين واحد نايم نومه عميقه، زين اجى واحد شايل طحين ما اعرف شنو، طفى التلفزيون. ويكي ويكي. لا مستحيل والله مستحيل، خل اعيد دقيقه الفيديو. زين نايم، تخيلوا بس كتبوا لي رد فعلكم على هالفيديو. ويكي ويكي. قام يقح طحين. زين يعني ربك لابس مناظر ولا هو نايم، والله العظيم شقاهم مو طبيعي، يعني اني مستحيل اتحمله. زين هاي نايمه لابس قناع، فد وحده حنفوشه نائمه لحنفوشه. زين رد الفعل مخيف. زين ما انت وجهك يخوف. زين هذا نايم اي مخليني جريدي ما اعرف فار على صدره هو نايم، فبدوا علي ماي وقعد وانصدم. يلا نشوف فيديو له. لا 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 يا الله لا مستحيل، لا هذا لعبان نفس مو شقة، لا يمكن ما اخلي هذا الفيديو. يلا نشوف فيديو له. مستحيل المقلب، عرفتوا شنو؟ انه هو دا يمشي السيارة كلش سريعة، فاكو قدام السيارة ساح بيها بالمقلوب، فانه قال لها راح نندعم فالفزة الزينة. يلا شوف الفيديو الاخ. اثنين نايمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا جدعان في زين، لا تقول لي راح تعيدها وما يحس. يضحك. الله يا جدعان فين؟ مستحيل الخفه بحيث طح ويجي وينام، يعني مستحيل الخفه. قوية والله قوي هذا الفيديو. شوف هذا الفيديو الاخ، عامل بناء نايم. لا مستحيل مصفطي لهاي مستحيل 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 مستحيل. يا الله يا الله خطي هذا، هسه شنو احساسه؟ زين الفيديو لا خايه بالصف. شنو صار؟ شنو صار؟ ايش صار؟ خلينا نعيد الفيديو. هاي صار نايم. عبالي الكل نزم وهو نزم.
والله مقلب فضيع خطية نايم والله خطية. خليني نشوف فيديو لا. زين فات الغرفة مال أحد نايم زين أو فاتت الغرفة يمكن شو حسون لا راح يسوي له مثل التابوت على أساس إنه هو ميت لا غلط افتهمت الفكرة انه هو نايم فخلوه فوقه هيك مثل التيبل طبلة وسوى له بالهاي الصوت هالويق هيك نواي فهو فز ولا طخ بام الميز ايش بيك شو راح اسوي زين هذا نايم عبالي انه راح يندعمون بالشجرة يلا نشوف فيديو لك هذا نايم سابع نوم نعال جهاد هاي جهاد 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 هاي جهاد بخت نادير هلا طين طان عال قال له تليفون الو لينا الو بعده بعده بيحكي نعال نعال يا نعال حلوة 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 هذا نايم سابع نوم اجي قعده بسرعة خبصة خبصة بحيث كل شيء مدى يفتهم فات بالكنتور وموزة بحلقة وكل شيء مدى يفتهم زين موزة ما أعرف شنو هاي نايمة طلب طلب هي هم تليفون هلو 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 الغباء هلو 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 لا هلو بضيعين خطية والله خطية نايمين يا ناس زين فيديو ثاني واحد نايم اي ما اعرف ايش حطه بيده هذا الجل مال الحلاقة زين وبعدين بعدين 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 ايش راح يصير شوف سوى بيده جل مال الحلاقة بعدين راح ما اعرف شو يسوون باذنه اي حلو لغمط وجهه ايده الثانية غبي والله غبي 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 سوى بوجه فضيع فضيع هذا المقلب الزين الزين والله مقلب رهيب وهذا كان الفيديو مالتنا لهذا اليوم ان شاء الله عجبكم ضحكنا واستمتعنا سويا انتوا استمتعتوا كتبوا لي بالكومنتات ايش قد ما تونستوا اضغطوا لايكات اللي يتونس خليه يضغط لايك واللي ما تونس لا والله لا تضغط لايك انا تونست وشوية ضحكت وفرفشت وياكم كتبوا لي ايش تحبون افكار ايش نجيب فيديوهات تريدون هيك ضحك او فيديوهات غريبه لا تنسون تضيفوني على انستغرام وسناب شات حتى نتواصل هناك اشوفكم فيديو لا سلام واللي يحب يتابع يومياتي هذا سنابي وهذا انستغرامي ولا تنسون لايك وشير والله يزيد الخير